حسناً، لدي مصاصة واحدة فقط. أنا لا أحب ذلك على الإطلاق. أنا محظوظ بمصاصة أكبر. ممتاز أليكس، فقط انظر إلى نصيبي، لا شيء مقارنة بك. واو، لا أصدق عيني، لم أرى قط الكثير من المصاصات هكذا. لنبدأ بالأصغر. حسناً، لا أمانع، فقط سأزيل الغلاف. حتى الآن أنت لا تبلين بلاءً حسناً. لن أستسلم، توقف عن الضحك. أولا، كسرت المصاصة. لم أكن أعتقد أن هذا ممكناً. المهم أن الكراميل سليم، لست بحاجة لذلك. إنه لذيذ، رائع. واو، كم انتهيتي بسرعة. الآن أليكس. مذهل، حان الوقت لتجديد نشاطي. انظروا كم بسهولة أنزع الغلاف. واو، الكثير لأتعلمه منك. يكفي إضاعة وقت، أريد أكل كل شيء دفعة واحدة. بماذا تفكر يا أليكس؟ لا تخافوا، أريد فقط أن أطحن الكراميل. انظروا، هذا ينجح، لم يتبقى سوى القليل جدا. رائع، كم أنا قوي. توقف أليكس، نحن خائفون. هذا كل شيء، لقد انتهيت بالفعل. الآن أنا بحاجة إلى صب الكراميل في وعاء. واو، كم يوجد، فكرة رائعة حقا. أحتاج إلى مصاصة واحدة هنا، يمكن غمسها في مسحوق الكراميل وتناولها، مريح جدا. للأسف إنها انتهت بسرعة. الآن علي فقط وضع الفتات في فمي. حسناً، هذا جيداً أيضاً. كم هو لذيذ، لا أريد التوقف. كيف سعى كل شيء في فمك؟ ميلا، أنت الآن. أنا بحاجة إلى مكنسة كهربائية. قومي بإيقافها حالاً. أوبس، آسفة، لقد أشرت بها بطريق الخطأ عليكم. أريدها أن تزيل الأغلفة هكذا. فكرة رائعة. أنا أحب ذلك أيضاً. الآن يمكنني أكل المصاصات دون أي عقبات. كيف تضع كل هذا في فمك؟ واو، أخشى أنه سينتهي بشكل سيء. ويبدو أنك على حق يا أليكس، المصاصات عالقون، لا أستطيع أن أفعل أي شيء. فليكن، سوف نساعدك. تمسكي جيداً. أحذر، أنا أتألم. أوه، ما هذا؟ إنه فك ميلا، يا له من كابوس. لا بأس، لقد أعدته بالفعل. ما هذا؟ لا أستطيع حتى أن أرى، تبدو مثل حبة ذرة. ربما أنت على حق، لدي العديد منهم، ليس لها رائحة على الإطلاق. لم تفهم بعد، الفشار مصنوع من هذه الحبوب. لكن أنا لا أستطيع، نحن بحاجة إلى التفكير بشيء ما. لدي فكرة، ماذا لو قدمتها فقط؟ لا، إنها قاسية جدا. علي التفكير في شيء ما. سوف تساعدني مكواة فرد الشعر، لديها قوة كافية لطهي حبة واحدة. هل هذا ينجح؟ أخبرينا. أعتقد أنه سيمضي وقت طويل لنلعب أليكس أو ننام. جولي محقة، وقت طويل. آه، لقد نجحت، رائع. يا رفاق، انظروا كم هذا لطيف. أحسنت، لقد آمنا بك يا ميلا. أتمنى ألا أنتظر عبثا. آه نعم، هذا شهي. الآن أنت يا أليكس. أحتاج إلى شيء أكبر من مكواة فرد الشعر لأصنع نصيبي. أعتقد أن المكواة هي مناسبة. لست متأكدة مما إذا كان هذا سينجح. طريقتك أيضا جعلتنا نشك. واو، لقد نجحت، هذا سريع جدا. لقد فاجأتنا يا أليكس. أوه لا، أحرقت يدي، كم هذا حار. في بعض الأحيان أنت غير حذر إطلاقا. آمل أن يساعدني الفشار على أبعاد ذهني عن هذه المتاعب والألام. مذهل، لذيذ. كيف يمكنني تحضير هذا الجزء الكبير؟ لدي فكرة. أوه، ما هذا؟ ماكينة لصنع الفشار، ألم تروها من قبل؟ الآن سأخبركم بكيفية استخدامها. أولاً نضع الحبوب في الداخل هكذا. في الوقت الحالي هذا يكفي. انظروا كيف تعمل، الفشار جاهز. أمر لا يصدق، أعجوبة حقيقية للتكنولوجيا. أعتقد أنه يمكنني إضافة المزيد من الحبوب، كان جزءاً صغيراً جداً.
هذه مسألة مختلفة. رائع، طاولتنا مغطاة بالفشار. وهناك عدد قليل من الحبوب المتبقية، سأستخدمهم جميعاً. يبدو أن آلتك خارجة عن السيطرة، بل هذا أفضل. هل هذا سرطان حقيقي؟ يبدو مخيف، أنا خائفة من لمسه. أوه، مرعب. لديك سرطان واحد، انظري إلى طبقي. على الرغم من أنني أنا لا أخاف، هذا جراد البحر ليس خطير على الإطلاق. لن أكون متأكد، لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكنني التعامل مع هذا الجزء الضخم. ميلا، ابدأي أولاً. حسناً، شكراً أليكس، أنت صديق حقيقي. أنت تعرف كيف تدعم في الأوقات الصعبة، لا يبدو سيء كما اعتقد. حقاً؟ نعم، حتى أنني أحب هذا الطعم. أنا مستعدة لأكل السرطان كله. لذيذ، لم أتوقع أن يعجبني. لأكون صادقاً، أنا مندهش قليلاً. لقد كان لذيذ. ميلا، من الأفضل أن تغسلي أسنانك بفرشاة بعد هذه الوجبة. أوبس، هذا محرج. لا تقلقي، يمكن أن يحدث مع أي شخص. آمل أن أتمكن من التعامل مع نصيبي أيضاً. حسناً، لنبدأ بهذا الصغير. سأحاول قضم قطعة على الأقل. غريب، بدا لي أنه حي. الأفضل أن أخذ واحداً آخر. إنه الأمر جيد أن لدي الكثير من الاختيارات، لكن أولاً سأتخلص من كل شيء زائد. جولي، أنا لا أتعرف عليك، ماذا تفعلي؟ لا شيء، أمور تافهة، أنا فقط بحاجة إلى تقشيرهم. هذا ليس عذراً، انظري إلى ماذا فعلت بنا. آسفة يا شباب، لم أقصد. حسناً، جربيه الآن. كانت ميلا على حق، إنه حقاً لذيذ. من المؤسف أنني لم أحصل على الحصة الأكبر، أنا أحب أكله. لقد استعدت شهيتي. رائع، لسوء الحظ ميلا لم يتبقى أي شيء لدي. الآن حان دور أليكس. لقد قدمتم لي مثالا رائعا، أنا الآن جاهز لتجربتها أيضا. ممتاز، شهي حقا. هل يمكنني أخذ البعض منك؟ لا، لقد أكلتم بالفعل حصصكم. حسنا، أردنا سرطانا واحدا على الأقل. يكفي، قلت لا تمنعونني من الاستمتاع. لذيذ. نحن جائعون جدا، ضيفنا من فضلك. أعتقد أن هذا يكفي. مضحك للغاية، بخيل، سوف نتذكرها لك. هيا لا تغضبوا، كنت أمزح وحسب. أولا، السرطان حي. يا أمي، أنا خائف. صغيري، كيف أتيت إلى هنا؟ هاي، هل كل شيء على ما يرام؟ ساعدوني، لقد عض إصبعي، قوموا بعمل شيء ما. لا ترميه علي، كم هذا مؤلم. تستحق ذلك يا أليكس. لنبدأ بأشياء بسيطة، حضروا لي بعض البطاطس المقلية. سهل، سيتم الأمر. أريد فقط أن أتعلم الطبخ. بينما يقوم الجميع بتقشير البطاطس، سوف أسكب الزيت. بالمناسبة، لا يوجد شيء اسمه الكثير من الزيت. حسناً، الزيت يغلي تقريباً، مما يعني أن الوقت قد حال لصب الشرائح النهائية من البطاطس. لا، قف. أوه، إنه يتناثر، حار، ساعدوني. ماذا تفعل؟ بسببك كان أن يقصفنا الزيت المغلي. يجب سكب الزيت بكل حذر، ثم ستقلى البطاطس بالتساوي. تمام، لا شيء صعب. البطاطس المقلية جاهزة، يبقى فقط إضافة القليل من الصلصة. هذه بطاطس مقلية، لا أظن ذلك. أما أنا سوف أحضر بطاطس مقلية حقيقية، لكن هذا ليس كل شيء. الآن سأقدم طعماً شهياً حقيقياً من البطاطس المقلية. سأحتاج إلى لحم مقدد وصلصة. وبالطبع، أكلي إلى الجبل المعطر. يا لها من رائحة. بالضبط، لن أستسلم حتى الآن. لماذا لا أستخدم البطاطس من المارميلاد؟ يقولون إذا غمسته في شراب الفراولة سيكون ألذ. رائع،
أبدأ بتجربة البطاطس من المنتصف. جدتي، هذا رائع حقاً. أوه، لا يمكنني تحمل إكليل الجبل. أنا آسفة أيها الشيف، لكنني لم أحب ذلك. لكنني أقدر الفكرة مع بطاطس المارميلاد. الآن لا أعرف ماذا سأختار. فلتكن أشد. هذه المرة أكثر صعوبة. عليكم صنع السوشي. سيتم الأمر. أفضل وصفة. شوسي سوشي؟ نعم، ليس لديهم أي فكرة في القرية عن ماهية سوشي. أنا سأصنع هذا الشوسي الذي لن تحلمون به. السوشي العادي ممل جدا. لدي فكرة أخرى، سوشي من الحلويات. وبدلا من الكريمة الحامضة في الحشوة، سيكون هناك كريمة مخفوقة لذيذة بالداخل مع عين لذيذة. جميل. وبالطبع لن أنسى شراب الشوكولاتة. فكرة مثيرة للاهتمام. سيكون السوشي الخاص بي جاهزاً أيضاً قريباً. الشيء الرئيسي أن أكرر بعض الطهي بعناية. الآن لا شيء معقد. لا شيء معقد. دعونا نرى ما هو السوشي المثير للإشمئزاز التي ستحصلي عليه. أضيف الصلصة. أنا أعرف كيف أفعل ذلك. هكذا. أوه، ماذا يسمى هذا؟ أفوكادو؟ الشيء الرئيسي هو لف كل شيء بالتساوي. أما مع جدة بالتأكيد لن تنجح. الآن السوشي مثالي. رهيب. لم أكن أعتقد أن الشوسي سيكون قبيحاً. حان الوقت للف السوشي مع سمك السلمون. الشيء الرئيسي هو عدم البخل مع الأسماك. أقطعه إلى قطع عريضة. ولا أنسى صلصة الصويا. السمك تقولي؟ حسناً، سيتم الأمر. جاهزة. أتمنى أن يكون لذيذ. واو، مع الشيف بالطبع تبدو السوشي أكثر جاذبية. لا يمكنني وضع هذا الرعب أمام حفيدتي. يجب القيام بشيء ما. لماذا لا أصنع سوشي من الخيار فقط؟ لذيذ وصحي ومقزز. لماذا؟ الخيار مناسب جدا مع السوشي. أحتاج فقط إلى وضع المزيد من الأرز فيه. غير شهي أبدا. انتظر، لم أنتهي بعد. ها، الآن انظروا إلى هذا الجمال. ما هذا؟ لم أرى قط سوشي مع الخيار بالأرز. لا، لن أجرب هذا حتى. لكنني سأجرب السوشي الحلو بكل سرور. لذيذ، لكنه غير مشبع على الإطلاق. بقي مرشح واحد فقط. ها هو السوشي الحقيقي. الشكل والطعم. سيدتي الشيف، لقد فزت. شكرا، كان ذلك واضحا. آمل أن يتمكن كل واحد منكم من صنع كعكة الوافل. سمعت أننا بحاجة إلى البدء بالعجينة. لا أعتقد أنها ستكون مشكلة أبدا. أضيف السكر للتحلية. أحركه قليلا. روعة. والآن أضيف الدقيق. أعتقد أن شيء ما في أنفي. أهي كعكة وافل. لا بأس بذلك، نستمر. هذا الدقيق كاف لصنع كعكة وافل لذيذة. أحتاج فقط إلى مزج كل شيء جيدا. الآن يمكن سكب عجينة النهائية في جهاز تحضير الوافل. ستكون هذه ألذ فطائر في حياة أختي. واو، حصلت على عجينة لذيذة جداً.
والأهم من ذلك بدون قشر بيض. آمل أن تتحول إلى فطيرة محترمة. الجميع أضاف السكر، لكنني أعلم أن السكر مضر، لذلك سأضيف الكوسة بدلا منه. أو ربما سأصنع العجين بالكامل من الكوسة. علي بشرها على مبشرة ناعمة. جاهزة. الآن أضيف البيض والدقيق بالطابع. أخلط كل شيء جيداً وأضيف القليل من الخضروات للطعم. منظره قبيح جداً، لكن هذه العجينة أكثر فائدة من عجينتك. الآن يمكن سكبها في محضر الوافل. ولا أنسى ضبط الوقت حتى لا تحترق الوافل. نعم، ضبط الوقت فكرة جيدة. أي؟ أنا لم أضبط الوقت وكعكتي محترقة قليلاً. حار، لكن لا بأس، سوف أخفي مظهرها الغير لطيف للغاية مع الكريمة المخفوقة والتوت وشراب الشوكولاتة. تبدو جميلة الآن. وأنا سأسكب شراب القيقب على الفطائر. قطعة من الزبدة لن تكون زائدة أيضاً. كم تبدو جميلة. وأنا سوف أقوم بتزيين فطائر الوفل الصحية بالأعشاب الصحية. لا أطيق الانتظار للتجريب، سأبدأ بهذا. يبدو أنه محروق بطريقة أو بأخرى، لن أكله. وهذا ماذا؟ مقرف، هذه الفطائر منتهة بالأعشاب والكوسة، أكرههم. وهذا تبدو لذيذة كما أحبها تماما. جدتي لقد ربحت هذه الجولة. هاي، عملت بجد. أخيرا أريد أن أشرب كوبا من القهوة اللذيذة. حسنا، سيتم الأمر. لقد خطرت لي فكرة رائعة. القهوة الساخنة مملة، اليوم سيكون لدينا قهوة باردة، أي فرابوتشينو. أحتاج إلى رمي المزيد من الثلج في وعاء كبير، ثم إلى إضافة شراب الشوكولاتة اللذيذون. بالطبع، يجب ألا ننسى القهوة نفسها. بالمناسبة، إنها من ستاربكس، وكوكتيل الشوكولاتة تويكس لن يكون زائد بالتأكيد. أخفقه قليلاً وأستخدمه بدلاً من الحليب. وأنا ربما سأقوم بإعداد المزيد من القهوة الكلاسيكية، أعلم أن حفيدتي تحبها. حسناً، أعتقد هذا كافٍ. أسكب الكوكتيل هنا. وفي النهاية أحتاج إلى إضافة الكريمة المخفوقة والقليل من الحلوى الشوكولاتية، بسكويت أوريو، قطعة تويكس، وبالطبع يجب ألا ننسى الأنبوب. أخيراً حال دوري لصنع القهوة. سأصنع قهوة حقيقية بمساعدة الميزان. سأقيس العدد المطلوب من الحبوب. هذا ما أحتاج. الآن سأقوم بطحنهم يدوياً إلى القوام المطلوب. الآن شاهدوا وتعلموا. فقط سأملأ القهوة بالماء المغلي. هل حقاً تحضر القهوة هكذا؟ رائع، الآن أسكب القهوة في الفنجان. والحليب، سأخفقه باليد أيضاً. لا أنسى قواعد التقديم، انظروا إلى هذا الجمال. سوف أبدأ بالقهوة من المنتصف.
جدتي، أنا دائماً أتعرف على هذه القهوة. لقد حان الوقت للاعتراف بأنني لا أحبها أبداً. أوكي. الكوب هذا يبدو أكثر جمالاً. لذيذ، لكنه مر بعض الشيء. بقي مرشحاً واحد أخير. أوه، هذا حقاً رائع. أخي، لقد ربحت هذه الجولة. نعم، أخيراً. واو، أين نحن؟ التحدي في انتظاركم. سيتلقى أحدكم نافورة الشوكولاتة. سوف تذهب إلى الشخص الذي سيرسمها أفضل مع هذه الأقلام. لكن هناك شيء مهم للغاية تحتاجون إلى رسمها بفمكم وليس يديكم. لديكم دقيقة فقط ولقد بدأت. لابد لي من الفوز، لأنه لا يوجد أحد أكثر روعة مني. ماذا؟ سوف تخسري؟ لأنني أنا سأحصل على أفضل رسم. لا يمكن أن يكون لديك نافورة شوكولاتة زرقاء. بالطبع لا، أنا سأفوز. على وعلى ذلك لدي فكرة رائعة. لماذا أنفخ الطلاء إذا كان بإمكاني إزالة الغطاء؟ واو، لماذا لم أفكر في الأمر بنفسي؟ أحتاج إلى التجريب. أوه، أنا أسقط. ها، هل جربتي؟ هل نجحتي؟ سوزي، ألا تخجلي؟ كان من الأفضل أن تساعدي صديقتك، لا أن تسخري مني. أحتاج إلى تعليمك درساً. ريشة بسيطة سوف تساعدني في ذلك. أتي. ماذا علي أن أفعل الآن؟ وكأنها بندورة حمراء أو شيء أسوأ. الآن بالتأكيد سوزي ستخسر. أها، هل هذا مضحك؟ إذا سوف تخسري أيضا. خذي هذا. هذا مرعب. لماذا؟ ميلا ستحصل على ما تستحقه أيضا. لا لا، أرجوك لا. يا فتيات، انتهى الوقت. أظهر ما رسمته. جولي، ما هذه البقعة الحمراء؟ هل الطلاء انسكب؟ على ما يبدو على الوجه أيضاً. سوزي، لماذا لديك أيضاً كل شيء أحمر؟ حقاً، هل أكلتم جميعاً طماطم؟ مثل هذه الرسوم لا يمكن أن تفوز. لدى ميلا رسم متواضع، لكنه على الأقل بدون فوضى حمراء. ميلا، لقد فزتي. هاي، الآن هذا لي. الشوكولاتة اللذيذة. نريد أيضاً القليل من الشوكولاتة. وسوف نحصل عليها. كم هذا لذيذ. هذه الشوكولاتة لذيذة فعلاً. أنا سعيدة لأنني فزت. مهلاً، أين الشوكولاتة؟ أوه، حقاً، من تجرأ على شربه؟ كيف لا يخجل؟ لصوص؟ هذه المرة ستكون جائزتكم أصلية أكثر. انظروا إلى هذا الكلب الرائع. إن الجائزة ليست هو، ولكن هذه الفضلات التي تبقت منه. في هذه الجولة سيتعين عليكم الرسم مرة أخرى مع الفم، لذلك جربوا. لقد بدأ الوقت. أعتقد أنه لا يوجد شيء أسهل من رسم الفضلات. حسناً، لجعل الرسم أكثر موثوقية أحتاج إلى إضافة الرائحة. حتى أنني أعرف كيف أفعل ذلك. ما هذه الرائحة؟ هل مات شخص ما هنا؟ أعتقد سيغمى علي. أوبس، لم أغسل ساقي منذ فترة طويلة. الرسم بالقدم أمر صعب، لكن الرسم مع المرفقين هو حل أكثر ملائمة. أوبس، لكن لا مشكلة، لا يزال لدي مجموعة كاملة من الأقلام. أوه لا، يبقى أنني الوحيدة التي أحاول. يا فتيات، توقفوا عن الرسم، حان الوقت لإظهار أعمالكم. حسناً، انظر.
ميلا، الفضلات بالطبع لا مشكلة بها، لكنني رأيت أفضل. هنا على سبيل المثال سوزي، هذا رائع. لكن لدى جولي فضلات لا بأس بها. من الواضح أنها تريد أن تخسر، فليكن هي من ستحصل على الفضلات الحقيقية. ماذا؟ لكنني كنت مريضة بسبب سوزي، لن أكل هذا الرعب. يجب عليك، هذه هي القواعد. يا له من كابوس، سوف أتخيل أن هذا مجرد شوكولاتة. هل أنت تأكلين حقا الفضلات؟ لا، هذه حقا شوكولاتة. يا فتيات، هل تريدون أيضا التجريب؟ لا شكرا. في هذه الجولة ستكون الجائزة السمكة ذات الرائحة الكريهة وليست لذيذة على الإطلاق. حسنا، سوف ترسمون بالصلصات. يبدو لي أن الأمر ممتع وغير عادي، لذلك يمكنكم البدء. لقد بدأ الوقت. لم أرسم أبدا بالصلصات، آمل أن يكون جميل. كم يوجد؟ سيكون لدي اختيارات كبيرة. ولكن لماذا كل القمم علي؟ أنا لست قمم لك. حسنا، أعتقد أنه الوقت للبدء. هذا سيكون ألذ رسم رسمته على الإطلاق. سأبدأ مع الكاتشب، وأنا سأبدأ مع صلصة الجبن. إنه أصفر، لذلك هو أكثر ملائمة لهذه السمكة. لنبدأ. أوه، انتهت الصلصة بسرعة. أحتاج إلى العثور على بديل في أقرب وقت ممكن. يبدو أن هذا جيد جدا. يبدو أنني موهوبة. اللعنة، حتى سوزي لديها رسمات أفضل. يجب أن أسرع. بالضبط، لدي 5 أصابع، مما يعني 5 أصابع يمكن أن أرسم بها في نفس الوقت. رائحة هذه الصلصة لذيذة. لن يحدث شيء إذا جربت القليل منها. كم هي لذيذة؟ لا، هذا قليل، أريد أكثر. المزيد من الصلصات. ميلا، ما بك؟ هل تأكلين الصلصات؟ مع هذه العلبة انتهى الصوص لدي. ليس على رسومي، لقد خرب الرسم بشكل كامل. كم هذا لذيذ. اللعنة، أكلت كل الصلصات، الآن سأخسر بالتأكيد. حسنا، لقد انتهى الوقت، حان الوقت لمعرفة ماذا رسمتم. لدي طريقة واحدة فقط، أبدل الرسوم مع سوزي. أنا أنتظر. جولي، ماذا فعلت؟ لا يبدو مثل السمكة أبدا. ميلا، أرني ماذا رسمت. رائع، يبدو جيدا. حتى الآن هذا أفضل رسم. سوزي، لم تبذلي أي جهد، لذلك سأضطر إلى إعطائك هذه السمكة. أتمنى أن تحب الأسماك النيئة. أنا؟ لكن هذا خداع. ها، سيتعين عليك أكل الأسماك النيئة. لن يكون نيئا، سوف أطهيه. لدي أيضا موقد. ماذا تفعلي؟ آسفة، أنا فقط لا أعرف كيفية استخدامه. يبدو أنني بحاجة إلى توجيهه إلى السمكة. انظروا، يا لها من سمكة لذيذة. أخيرا يمكنني تناول الغداء بشكل طبيعي. يا لها من لذاذة. يا فتيات، هذه المرة تنتظرون أحلى جائزة، هذه الرقيقة.
سيتعين عليكم رسم القطة على أنفسكم. من ينجح سيستقبل هذه الصغيرة. كما هو الحال دائما لديكم دقيقة واحدة وقد بدأت للتو. أنا شخصيا أشبه القطط، لذلك لا يجب علي أن أرسم الكثير من التفاصيل. سوزي أنت تبالغين في تقدير نفسك، الجميع يعرف أنني سأفوز. الأنف جاهز، تبقى فقط الشارب. لا أحد منع استخدام المرآة. لا أعرف كيف يمكنهم وضع المكياج بدونها، لكن الأمر أسهل معها. لقد انتهيت تقريبا. هذا جيد بالنسبة لي لأن مكياجي هو الأفضل. أوه ميلا انظري، جولي تغش. تستخدم المرآة ولا يمكنها فعل ذلك. علينا تلقينها درسا. أوافقك، أنا أعرف كيف أفعل ذلك. مهلا، ماذا تفعلي؟ لماذا؟ الآن كل مكياجي سوف يمحى. الآن بالتأكيد سأخسر. حقا أريد هذه الصغيرة. لدي فكرة كيف نستبعد منافسة أخرى. سوزي لقد تركت بقعة عند أنفك، سأساعدك. حسنا، إذا لم يكن صعبا. بالطبع لا. الآن تبدين أفضل بكثير، قطة رائعة. شكرا جزيلا، كنت أعرف دائما أننا أصدقاء. حسنا، دعونا نقرر من سيحصل على هذه الصغيرة اللطيفة. جولي لا يمكنني النظر إليك. سوزي ماذا فعلت؟ نحن لا نلعب القراصنة. ماذا؟ قراصنة؟ أيتها الماكرة؟ لكن ميلا بالمناسبة هذا لطيف جدا، وهذه الرقيقة ستكون صديقتك. سأحبك وأطعمك وألعبك. أولا، يبدو أن ميلا لديها حساسية من القطط. حسنا لا مشكلة، سنتعامل مع القطة. أوه ميلا حمراء تماما، نحن بحاجة إلى الاتصال بالطبيب. كم أنت رقيقة.